لك ليش الخبيط كله؟ شو بدك؟ شو بدك؟ مشان تفتح الباب. هاي فتحنا لك. نعم، شو بدك؟ جاي أعزمك على العشاء. لك أخي، نحن طابين عشان على غرفتنا، ما بدنا نتعشى مع حدا. إيه، بعزمكن على العشاء عنكم بالغرفة. بدنا نتعشى لحالنا. طيب أخي، ما بيصير. أنا نبيل شقة يابو، معقول يترك رفيقي وعروسته بدون ما أعزمهم على العشاء؟ الله يخليك يا نبيل، بكرة بس نرجع عالشام ابقى عزمنا على عيني. بس هلأ كرمال الله عتقنا، كرمال الله. لك أخي ما بيصير، صحيح أنا ما بدي أدفع ولا فرنك، بس عزيمتكن واجب. أهلين أبو سمير فوت. ها هي أهلي، تفضل. لا مالي فايت، عم بمزح معك. خاطرك. ايه ماما حبيباتي، شو اخباركم؟ ان شاء الله ما عم تعذبوا التيتا. برافو عليكم، الله يرضى عليكم. يا بعد ستين حمى، ان شاء الله مين عمل فيك هيك؟ نزلت بالاسانسير. شو نزلت تعمل بالاسانسير؟ في واحد ولد صغير فتح باب الاسانسير قبل ما يوصل الكابين، حط اجره وسرق صار تحت. يا حرام، انت شو عملت له؟ لحقت وانا على حبال مثل سيلفستر ستالون. يبعد كيف معلم تبع حبيبي، ما خفت صار لك شيء بهالسنتين؟ ما خفت اللوم انا ولا فرقت معي، مع انه على نيه كان كبين سرت علينا، هرسنا هرس وسوانا همبرجر. هيدي الشر عندك، الحمد لله سلامتك تقبرني. فوت على الحمام، فوت على الطبخ. لا بس في شغله بدي اقضيها وارتاح شوي بعدين فوت على الحمام. ما خفت من نوب انا، من نوب ما خفت. الو اوبريتر، Give me a reception. نبيل شقة يابو عم يحكي. مرحبا استاذ. شو ها؟ فواكه. ومين اللي قال لك انه انا بدي فواكه؟ ها؟ استاذ نبيل شهرك يا هون. نبيل؟ روح كلهم انت، وهذا شقة يابو، شو ما لكم بعتولي، لا تبعتولي حتى لو بينشق راسه. روح من خريطي لك، روح من خريطي، روح. الله يهري عصبك يا نبيل مثل ما انهرى عصبي. تعرفي صفصاف؟ شو؟ جي على بالي يتجوز امه للولد. نعم نعم نعم. طولي بالك لا تنعمي، ما بدك تفهمي بالاول ليش جاي على بالي يتجوزها لامه. واضحة مثل عين الشمس، ست حليت بعينها، بس شو عرفك انها ارملة او مطلقة؟ لا يروق فكرك لبعيد، جاي على بالي يتجوزها شي خمس دقايق، دحى بوكسين، هرلها اسنانها، على اهمالها، معقولة تترك ابنها يروح على الاسانسير لحاله، وهي ناطة حالها ورايحة على الكوافير عم تعمل كباش جديد، معقول؟ إذا هيك معك حق، ما كان لازم تتركه لابنها بنوم. هذا أكيد عماد، نحن حلينا عن ظهره وبلش هو بيزعجنا. هذا انت؟ يي هذا انا. اهلين وسهلين. اهلين. شو؟ انا امه للولد اللي حضرتك انقذت حياته. ايه اهلين وسهلين. ممكن نفوت نشرب فنجان قهوه عندك؟ ولو الله يسامحك، انتوا اثنين فنجان قهوه؟ لا ولو علي ما علي، كل واحد منكم فنجان على عيني. كلك ذوق وكرم. الله يخليك. شلونك ابو سامير؟ شلون ال تفضلي مدام. تفضلوا. تفضلوا تفضلوا الاوتيل اوتيلكم، اطلب لك قهوة. اهلا وسهلا. الو بليز جيف مي روم سيرفيس. اربع قهوة الله يرضى عليك. ايه فور كوفي. الله معك. معك عفوا، الله معك، لا تواخذيني. مشلوش انا. اهلا وسهلا. اهلين. لك مو على اساس ما عندك غير سامر؟ لا هو الحقيقة أنا جاي أتشكرك لأنك أنقذت ابني الصغير، والحقيقة أنا ماني عارفان يعني بدي أتشكرك، بس شلون ما بعرف. لا لا ما في داعي تتشكرني وتشكرك، الحقيقة هي بالصدف القصص ما بتتصدق. لو شفتها بالمسلسل أنا ما بصدق. حميد ربك اللي أنا وابنك ما رحنا في عيس،
على نية كان الأسانسير ساوانا مثل الهمبرجر. الحمد لله الحمد لله. على كل أنا جاي أترجاك تطلب مني الطلب اللي بدك إياه، لقاء شجاعتك وإنقاذك لحياة ابني. أنا ما لي عندك غير طلب واحد، تنبهها لمرتك إنه تدير بال على ابنها، لأنه حياة ابنها أهم من ميزامبليف والكباش. شو حكينا؟ شو حكينا؟ خليها تتعلم الحنية من ضرتها أم سامر. أم سامر؟ يا عيني على أم سامر، بس أنت رح يكون حسابك عسير. خلصنا بقى نبيل، شبك لفة حرش عن لقون مع بعض. نبيل كان عم بيمزح معكم يا جماعة دعابة. لك شو عن لقون؟ معقول يضربها مشان شغلة ابنه؟ أنا أضربها على طول. تصوري قادحة بوكس لأنه الأساسين رح يمعزقوا. خلص أبو سامر، عطيه عنوان معرض سيارته وخليه يجي ينقي السيارة اللي بتعجبه. عندك معرض سيارات كمان؟ ما شاء الله ما شاء الله. شايفة اللي بصير معه مصاري؟ شو بصير عنده مرة تانية؟ كل ما زق الواحد المفروض يتجوز كمان. تفضل اخي نبيل. نعم. هذا عنوان المعرض وفي ارقام التليفونات، انت ما لقيت حالك فاضي باي وقت بتمرق على المعرض، بتشوف السيارات كلها، بتختار اللي بدك اياها وبتركبها وبتمشي فورا. شفتي بدك سياره جديده، ضليتي تنقي، هي اجتك سياره جديده. لك جخي تكرب عينك، عملوا ما حدا يرى. نعم، تفضلي تفرج على الاطلاله برا بتاخذ العجز. عرفتوا هذا العنوان؟ ايه، رح اجي لعندك على المعرض مشان اخذ السياره. ما بدي ام سامر تدرى بان انا متجوز عليها. ايه معناتها بدي اياها اوتوماتيك سيارة. لك اوتوماتيك عفريتي زرقاء بيضاء خضراء اللي بدك اياها. يلا شرفوها. يا بيتي يا بويتاتي يا مستر العويباتي، لك فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي، مو عبسها مقلوها مو عبسها. ما احلى الرجوع اليه. تعرفي صفصاف انا وين ما رحت وين ما جيت ما بلاقي احلى من بيتنا. ايه بروزلي، شلون كانت زيارتك عند ستك؟ بدك الصدق ولا ابن عمو؟ لا بدي الصدق. مو كتير، قضيناها على النقر ونقر بين تيتا وعمو ابو سعيد. بابا سمير غلب تيتا بالباصرة. كان دراستك عم تلعب بالشدة ولا؟ انت ليش بتحب توجع راسك بشغلات مالها جلسة طعمة؟ بابا انا كل علاماتي كانت عشرات. ابري عليك، على عيني شواربك. ها الله حيو. يلا لقوم تمدد لي شوي انا ركاب. وين؟ ما بدنا نروح نستلم السيارة؟ ليش اشتريتوا سيارة جديدة؟ مو أبوك رح يصرف المصاري قام ربح سيارة؟ يا لطيف شو حظك حلو؟ لك شو؟ قولي من عينك، قوم فوت لجوا، قوم فوت، خد اختك فوت وارتاحوا، يلا أبي. مو ناقصني غير بروسلي يحسدني أنا. لا تخافي خانو، السيارة ما رح تطلع عليكي، بنستلمها وتكرب عينك، بس خلينا أقوم نريح شوي عمره ما حدا يرات، يلا. لك يلا خلينا نقوم بقى. أنا مين بده يعلمني السواقة؟ أنت ولا سجل بشي مكتب؟ ليش بدك تعلمي السواقة؟ شلون لشو؟ مشان سوق سيارتي يلي هدوني إياها. لك إما بدها بتتعلمي لحالك، شهر شهرين بتتعبي لك كم حيط وكم سيارة، بتروحي لك شي رجالين ثلاثة وبتاخدي الشهادة بالواسطة، إلهي تغبطي لك شي اثنين فاقدين الذاكرة، ترجع له ذاكرته ونربح لنا شقتين. نبيل أنا ما عم بمزح. وأنا ما عم بحكي جد. شوف نبيل، هالمرة ما رح خليك تبيع السيارة والسما زرقاء. صار معنا مصاري وصار لازم اركب انا سياره، والا العالم بيحكوا علينا بيقولوا علينا بخلقوا ايدنا ضابه. فشلت عينه كل واحد بده يطالع علينا اشاعه، بصل زانه انا. علي ما علي ما بكون نبيل شقت يا ابو، اذا ما بخليك تصيري احلى دركسيو، تسوقي احلى دركسيو. ان شاء الله بتسلم لقلبي يا امير انت. يا شو؟ يا امير. معقول هلا ما حفظتي اسمي؟ يا نبيل انا. يا نبيل. ايوه بس لشو على المناقشه هي؟ لشو المناقشه؟ شو بدك؟ هاتي لشو؟ حبيبي بدي تبيع سيارتك القديمة وتشتري سيارة جديدة. لا ما بقدر بيعها لأنه مرتاحت له. مين؟ روحي. لك دغري بتزعل، ليش هيك بتصدقي؟ شو رأيك نتصالح؟ حاجة ما. وبعدين معك بروسلي، انقلي على جوا. ظريف بروسلي، بينبز باللحظة المناسبة مثل حماتي. بس والله ما تكون حق، كان لازم تدشر راسل بكامله. حبيبتي لما انا قلت لها لسوسن، بس سوسن اللي ما رضيت. ليش ما رضيتي؟ يا زلمة كنتي مبسوطة مع دادي هيك. لا انا كثير كثير كنت مبسوطة مع داديكي، وبالعكس ما خلى شغلة تبسطني الا وسوالي اياها. انا قلت له انه 10 ايام بكفينا، لازم انت ترجع على معملك وانا ارجع على شغلي. صحيح على فكرة، هي حكاية الشغل تنسي ليها نهائي، من بكرة بتنزلي بتقدمي استقالتك.
انت بتخلصي من هيمنه الشغل وانا بخلص من هيمنه نبيله. ولا يهمك، خلص مثل ما بدك، اللي بريحك انا بساوي. تسلم لي عيني. على فكره دادي، بوتشي صار لازم نتجوزها، بغيها تكون كثير تضايقت. بوتشي؟ مين هي بوتشي؟ قلبتي. دادي على فكره من بكره بدي احط لها اعلان بالجريده مشان اجيب لها ريس. خبروني. والى الان طبعا المحاولات جاريه وهذه لعبه اللعب على طول، فايده انا ما طويل. جول! صوتك كبير، ما صدقت انت نيمت الاولاد. مين فوت الجول؟ علمي علمك. وين رايحه؟ ماني رايحه، رح استناك قبل ما تخلص المباراه وفوت. جانب الجمهور، جانب الجمهور. وعندي زميلي بابي انتشر غياب، هي من البيت وما بقعدوا. على عيني جواربي. جول! يلا خلصيت. مين ربح؟ علمي علمك. خير، شو الكل بدي بدك ياهو نبيل؟ انت ما وعدني تشتري لي سيارة جديدة؟ هذول مو كلمتين، هذول سبعة. يلا مسامحة يا ستي، وعدتك والسيارة اجت لعندي. هي السيارة اجت لعندي بس انت ما عطتني حق السيارة. شلون بدي اعطيك حق السيارة؟ ليش؟ انت بدك العنب ولا الناطور؟ السيارة اجتك وخلاص. يعني ما راح تعطيني حق السيارة؟ كل مرة انت بتعمل فيه. ليش شو بدك حق السيارة؟ بدي اشتري طقم ذهب عاجبني. حاضر، وغيره؟ موبايل على راسي، وغيره؟ يعني وشوية فرادة عشان نحطهم بالجزدان. هلا انت ليش تمسكيني من الايد اللي بتجاني؟ معناها قبل رح اجيب لك دفتر الشيكات. معي الفرنجي بدها تخلصني اياهو. بس الله بيرزقني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هات تفضل استاذ، الأقرار الجديد. شو ها هي؟ اقراها ما بعرف. كمان ربحان سيارة جديدة؟ شو بدي ساوي؟ مو شغلة بتحط العقل بالكف. لك قلي، أنت شو برجاك؟ أنا تور، وأنت؟ أخ، لو بس أمي ولدانتني قبل يومين، كنت تور مثلك. هي مو عبرة، في كتير توار بالبلد الله ما رزقه، بس أنا مرضي، مرضي أنا. اللي بقى شو عامل له لصاحب المعرض لحتى هداك سيارة؟ يا سيدي ابنه وقع بالاسانسير وانقذت له اياه، ومرتي انقذت مرته من الطلاق. شوف هالمرة ما راح امرق لك يا بلوشي. هو على راسي تكرم عينك، بس المصيبة انه مركزك بيحرجك. ها شو هي؟ ها اخ لو يقبلوا استقالتي. شو قلت؟ كنت عم أقول إنه في لك عندي خبر رح يبسطك كتير. إيه هاد خبرني، أنا أبو البسط وحلوانك عندي، بس ما بدي أعطيك حلوان لأنه مركزك بيحرجك. آخ لا تذكرني. المهم موضوع الجمعية السكنية انتهى أمره، انكمشوا السارقين ورجعت المصاري وتشكل مجلس إدارة جديد وعينوا متعهد جديد والمشروع مشي. الله يبشرك بالخير، فعلا بتستاهل حلوان، بس ما بقدر حلونك لأنه مركزك بيحرجك. في لك عندي خبر تاني رح يبسطك كتير. لك هات قول، أنا أبو البسط، قول. آخ قلت لك لا تذكرني. المهم ما رح خبرك يا هلأ، رح أترك لك يا مفاجأة. شو ها؟ موافقة على اقتراح نبيل إدخال الكمبيوتر على المديرية؟ يا حرام يا حرام، كل الحق علي أنا، أنا جبان، كان لازم أقدم الاقتراح باسمي. هلأ أكيد رح تجي مكافأة محرزة. خسارة. الله يستر. شو ها؟ لعنة
ظرف مخدوم من رئاسة مجلس الوزراء سري للغاية. خير خير، اللهم اجعله خير. لا لا، هذا اللي كنت خايف منه. يا لطيف يا لطيف، الو سوسن، اعطيني الاستاذ نبيل فورا اذا سمحتي. عفوا استاذ، ابو سمير ما هون. وينه؟ هو اجا استاذ بس طلع، على الاغلب جوات المديريه. طيب لو سمحتي اول ما يرجع خليه يجي لعندي، اذا بيريد فورا، اذا بيريد يجي لعندي فورا لو سمحتي. استاذ اذا ما اجى اقدم له اجازه؟ لك شو اجازه انت الثانيه؟ شو اجازه؟ مين جاب سيره الاجازه؟ بدي اقابل الاستاذ نبيل ضروري. استاذ انا رح احاول احكي معه وخبره. بسرعه بسرعه الله يرضى عليك. شو القصه؟ اول مره المدير بيسال عن ابو سمير وبيقول لي ممكن احكي مع الاستاذ نبيل؟ لا وشو كمان؟ لو سمحتي بس يرجع قلي له إذا بيريد يجي لعندي. لا القصة فيها شيء. عبد الحميد الله يخليك الله يوفقك، معلش بس هالمرة بدي الأستاذ نبيل. أوام أبو سمرة. إيه صبرت ونلت لنتصل بسوسن نشوف شو صار معها بهالاستقالة. أكيد هاد المدير ابو سمير لسه ما وصل، شو بدي اقول له؟ الو اهلين عماد، شو اخبار المعمل؟ كله تمام. شو صار معك بخصوص الاستقاله؟ لا عم بستنى ابو سمير لازم يوافق لي عليها بالاول. شوفي سوسن، اذا لساته متنح لاجي اعمل له زفه مرتبه. لا لا ما في داعي، خلاص انا بحكي معه ما بيصير الا كل خير، بخبرك انا ولا يهمك. باي. ابا شو شفت لك منام بيشرح الصدر يا سعاد؟ ما بدك تساليني شو شفت؟ بعرف شو شفتي. شو شفت؟ منام. لك مو هيك يعني، قصدي ما بدك تساليني شو شفت بقلب المنام. تقليلي بسمع، ما تقليلي ما بسمع. هذا يا ستي ملا انتي، شفت صهري نبيل شق تيابه فايت هيك لعند المدير، دفش الباب برجله وقال له هلا هلا بدك تقبل استقالة عديلي كامل ولك، وانكسر. شو هذا اللي بده ينكسر؟ الباب اللي دفشه برجله صهرك العزيز نبيل شق تيابه. لك ايه مو هون بيت القصيد، مو هون بيت القصيد. لكن وين؟ حزري شو صار يا ستي، قال له المدير العام لصهري نبيل شق تيابه، ما تكرم عينك يا ابو سمير تكرم عينك، ووافق له على الاستقاله لكامل جوزي. منيح يعني وافق له؟ طبعا، ليش بيسترجي؟ ايه مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيكي. بتعرفي يا ستي انا اللي بيميزني شو؟ انه مناماتي ما بتخيب، وهلا بده يجي كامل والمدير موافق على استقالته. والفضل كله رح يكون لصهرك العزيز نبيل شق تيابه، الله يخلي لك اياه. وشو بكي عم تقوليها من غير نفس؟ إيه لا أيوة معقولة، ندرا علي إذا زبطت شغلة كامل لروح بنفسي لعند صهرك نبيل شق تيابه وأتشكره. إيه لا حبيبتي ما في داعي تشكري لصهري نبيل شق تيابه، صهري نبيل شق تيابه أخلاقه كتير عالية يعني قد ما بتتصوري وأكتر، فما بيستنى على عمل الخير أجر أو شكر. إيه الله يكتر من أمثاله لصهرك نبيل شق تيابه. حطي المصاصة بتنبك حطيها. ايه مو على عيني. يا أمي يا أمي شو بتعزفيني؟ أنا كنت متوقع هاليوم يجي بس مو هلأ.
لسه بكير بكير كتير، لسه ما دفي تعبي، كل شي صار لي على الكرسي 6-7 سنين يا أمي. يا أمي بدي اشتاق لك، بدي اشتاق لك حبيبي. تفضل استاذ نبيل. انا صباح الخير. عمرك شو سئيل خير، شو بدك؟ لك على ابو سمير. خير، شو ابو سمير؟ هذا لهلا ما اجى على الدوام. اولا اسمه الاستاذ نبيل مو ابو سمير حاف، ثانيا معلش معلش يا اخي ما يجي على راحته. شو معلش يا استاذ؟ لازم تعاقبه. قال عاقبه. عم بعيونك العمى، اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدسه. تيسر زميل، تيسر على شغلك احسن ما يجي نتعاقب انا وياك. روح استاذ. وليش حتى ما تعاقبه؟ سعره بسعرنا. روح. أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال إلى خفيط. صباح الخير أنسة سوسن. مدام سوسن. ليش لهلا أبو سمراء؟ أحكي لك ولا ما أحكي لك؟ لا لا تحكي لي. ليش بقى؟ لأنه إذا قلت لك أحكي لي بتقلي بعدين بحكي لك، صرت حفظتك بصم. عرفتي ليش ما بقدر أستغني عنك؟ مشان هيك ما عم موافق لك على الاستقالة. طيب وإذا رجعت قلت لك هالمرة من شاني؟ إيه شانك على عيني وراسي. خلص بس أنتي تأكدي من الموضوع مرة تانية وفكري فيه. إذا ضليتي مصر عليه بعيوني بوقع لك على الاستقالة. بدك شي؟ وين رأيي؟ وبعدين بحكي لك. أستاذ نبيل، أكيد أستاذ نبيل. استاذ نبيل. السلام عليكم. يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا استاذ نبيل. اهلا وسهلا حبيب. اهلين استاذ. نور المكتب. نور. تسلم. المكتب منور باصحابه الله يخليك. فعلا انه المكتب منور باصحابه فعلا. لا تواخذني انا تاخرت شوي على الدوام لانه كان عندي شغله لازم اقضيها. لا الله يسامحك. تواخذك انتوا بتتواخذوا معقول يا استاذ نبيل؟ خلينا اياكم. تفضلوا سيدي. هي نسخه من الاشعار. اشعار شو ها؟ اقرا بتعريف استاذ. ايه شو عليه؟ ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك. روح روح الهي، بتكمش التراب بين ايديك بيقلب ذهب الهي. شكرا. ارتاحوا ارتاحوا ارتاح استاذ نبيل. استاذ نبيل يا استاذ نبيل الله يعطيك العافيه. الحقيقه لك عندي خبرين بيطيروا العقل، بيبسطوا بسط مو طبيعي. وبعدين معك مدير الرقابه والتفتيش بيقول لي لك عندي خبرين بيبسطوك، وهي انت كمان عم تقول لي انه لي عندك خبرين بيبسطوني. انا ما كثير بتحمل بسط استاذ، بس يلا قولوا خليني انبسط وعملوا مع حدا يرد. مع العين. كان لازم من زمان هالشي يصير فعلا. مثل ما بيقولوا ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل ابدا. انا قايل لك يا استاذ من زمان لو دخلنا المعلوماتيه والكمبيوترات على شغلنا كنا تنظمنا اكثر وصار شغلنا ادق. ان شاء الله يكون الشغل عليك سهل يا استاذ نبيل. وبعدين معك رجعنا لشغله الاستاذ. تفضلوا حضرتكم اقروا هالقرار الثاني. شو يا خلصنا من لغة الأستاذة اجينا للغة الجمع؟ اقروا حضرتكم رح نقروا نحن. شوف يا بسم الله يا رب. رئيس مجلس الوزراء بناء على الصلاحيات الممنوحة له يقرر ما يلي. مادة 1 يعزل السيد شوقي منزع طائيته من منصبه بناء على اقتراح السيد الوزير المختص. مادة 2 يعين بدلا عنه السيد نبيل شق تيابه. مادة 3 يوضع المدير المعزول أي السيد شوقي منزع طائيته تحت تصرف المدير الجديد أي نبيل شق تيابه. يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. أي 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 لك شو عامل لحتى حالي لك.
والله ما سويت شيء يا استاذ نبيل، الله وكيلك ما عملت شيء بنوب، بس هنن هيك ارتقوا، هيك شافوا انه عندكم في مبادرات خلاقه وافكار جديده، نحن ما عندنا، فقاموا شافوا انه يعينوك انت مشان يرتقوا بالحياه العمليه والمهنيه للمديريه، ويمكن معهم حق، يمكن انا لو كان القرار اني كنت عزلت حالي وعينتك محلي من زمان. على مهلك لا تنشأ، على مهلك، هو القرار مفاجئ بس مو كثير بيبسط. طيب، على كل انا صارت رقبتي بين ايديكم. وين بتحبوا تعينوني لحتى اروح دهوي؟ بتروب تقعد على الكرسي. انا كرسي؟ الكرسي اللي طول عمرك تقعد عليه، انا كرسي هاد ما غيره؟ اي نعم. بصفتي شو بدي اقعد على الكرسي؟ بصفتك نائب المدير العام، اي نائبي انا. اوف، والاستاذ اسعد طيب؟ شو بدك بالاستاذ اسعد؟ هذا حرام يكون مستخدم، اصلا ما بعرف شلون كنت معينه نائبك انت. أنا ما دخلني، هن عينوه غصبا عني، واسطته تقيلة ما بيمزح معه. لا سيدي، أنا من هلا ورايح بدي امزح مع واسطته ومع اللي أتقل من واسطته، أنا ما بيهمني حدا، أنا نبيل شقت يا أبو، روح على الكرسي روح. أنا آسف، حاضر حاضر أستاذ نبيل حاضر. طيب أستاذ نبيل، ما قلت لي، ما قلتوا لي، أنتوا وين بدكم تقعدوا؟ يا أستاذ شوقي، المدير العام ما لازم يقعد بمكان واحد منوب. بدك شيء؟ وين رايح؟ قصدي وين رايحين؟ هون بالمديرية، إذا حدا سأل عني أنا هون بقلب المديرية. عقل! صلي وارا. الحمد لله، لأرجع دفي تحتي. كتر خيره. ارحموا عزيز قوم انزل. أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال إلى خفض. شو مدام سوسن، ما غيرتي رأيك؟ بصراحة لا، لأنه عماد بده ياني أقدم الاستقالة وأنا كمان ما بدي الوظيفة. بعينك رئيس الدائرة. ما بدي. نائبة المدير العام للشؤون النسائية. أبو سمير بلا مزح، هلا خذ وقالي على الطلب، خليني أخذه عند المدير العام. يلا. إذا مصرة تكرمي عينك، المدير العام نبيل شقت يا أبو. ليش هيك عملت؟ شو عملت؟ وقعت محل المدير العام. لأنه أنا المدير العام. أبو سمير، مشان الله خليك جدي شوي، بعملتك هاي بدك أني أكتب طلب جديد. لك لا، هلأ بتعملي هالطلب وبتروحي على شؤون الموظفين ورح تكتشفي أنك ما رح تحتاجي طلب جديد، وإني أنا فعلا المدير العام. مع مين بدك تحكي؟ مع عماد، خليه هو يجي يتفاهم معك. كبري عليك بقى واتركي التليفون من ايديك. هاتي هاتي لشوف. ما في شيء عبد الحميد، ما في شيء، ما في داعي تمسح جو، خلص ما في شيء. انت ما راح تصدقي لتشوفي، اقري لي النسخه من القرار. خير لشوف. الف الف مبروك استاذ نبيل، والله فرحت لك من كل قلبي. لك طالما بدك تستقيلي، ليش عم تمسحي لي جوخ انت؟ انا عم مسح لك جوخ؟ بشو غلطت؟ من امتى بتنادي لي استاذ نبيل؟ انا شو اسمي انا؟ ابو سمير. هو بدي ضل ابو سمير على سن وربح اذا ما وقع السن. حنيت لك تتحل. خذي الطلب وتيسري، روحي وقعت لك يا ابو سمير. شبك؟ شو شبني؟ من هلا ورايح عم فكر مين بده يسمع صوتي النشاز ويضحك على نكتي البايخه. بس تجي لعنا بلا بسمعك. الله معك، تيسر. عند اذنك. مع السلامة. كنت فين ساعة الحادثة؟ لقينا شغلة تونسنا. كش. Thank you.
ليش هيك انت له قنطين انا ما له قنطين باب وعندك لك باب وضو عم يشعل يلا ستي ماشي الحال امي تقبريني شو اخبار عم ابو سعيد لك رح يطققني رح يجنني من بخله هذا لا تاكلي هذا لا تكبي هذا لا تشتري ايش بجنن بعت الحمى عليكي بس احسن من اول ما هيك لا بس قدام منك انت لما بتجي اضرب عليكي وينه هلا جوا مين؟ صفاء لك يا ميت اهلين وسهلين شو جايبتي لنا هدايا معك اليوم؟ عمو هلا انا وامي بنروح السوق يعني بدي اشتري شوية اغراض لإلي وراح ابعث لك مع اغراض بتعجبك ان شاء الله نصمية ليش واقفة؟ فوتي ساوي لها فنجان قهوة لصفاء لسه هلا فاتت عمو ما في داعي للقهوة بدنا نروح انا وامي انا بس اجي اسلم عليك وين بدنا نروح؟ نروح السوق امي في طقم ذهب كتير عاجبني بدي اخذ رايك قبل ما اشتريه يعني انا مستشاره بدها تستشيرني ابو سعيد بتسمح لي روح مع بنتي؟ طبعا بسمح لك طبعا هي صفاء صفاء حبيبتي الكل يلا بنروح يلا عن اذنكم اهلين صفاء اهلين عمو تصور صرت باعت له ثلاثة من أعز أصحابه يعني من أصحابه التمام تمام ما كان يوافي اللي شو ساوي شو أعمل ها؟ تسمع مني إذا قلت لك شو تساوي طبعا بسمع منك قول ما لك غير تحمل حالك وتروح لعند السيد الوزير بتدق الباب وتفوت لعنده بتشرح له وضعك بركي بيوافق لك على الاستقالة بدون توقيع المدير لك تضرب أنت والاقتراح بدك يعني أنا بدق باب الوزير وفوت لعنده لك إيه شو فيها ما فيها شيء يا اخي اضرب هالطينه بالحيط لزقت ما لزقت خير ان شاء الله ما منكم خسرنا شيء ان شاء الله حاجه تخريف مفكر الفوت اللي عند وزيره هوينه لك ايه هوينه نحن بزمن الديمقراطيه اخر خبر لك شو هالسؤاله شو في مديرنا العام طار وصار بخبر كان الله يبشرك بالخير مين استلم محله ما راح لكم لانه اذا قلت لكم ما رح تصدقوا لك اخي قول بنصدق عديلك انا عديل عديلك ما غيره كم عديل عندك ما عندي غير عديل واحد معناته هو ابو سمين لا مو ابو سمين لك مين الاستاذ نبيل شقتيابو انت ما بدك تستحي على حالك كل مره بتطالع اشاعه على الرجال عيب عيب الله وكيلك هالمره ما عم طالع عليه اشاعات وعديلك فعلا صار مديرنا العام شو رأيك أبو الفوز؟ ما بعرف بس أنيس عم يحلف معنات الخبر مزبوط معقولة؟ أبو سمين؟ هاي مشكلة الاستقالة انحلت على أهون سبب شو سكرت؟ شباب أنا طالع بارك للمدير العام استنى خدني معك هلأ أبو سمير نبيل شق تيابه صار المدير العام عيب عيب لازم اطلع بارك له ولا بيقول انه انا غيران منه مزبوط لك ايه بس بدك تحط باعتبارك انه لو دامت لغيرك ما قالت اليك لك ها شفت شلون بقى من جهه متضايق والله يا صاحبي متضايق كتير على كل لسه ما بان خيره من شره اي بس المقدمات بتبشر بالخير يعني باينته من المقدمات ابن عيلة ما شرشحني وبهدلني بالمديرية بعد العز اللي كنت فيه ايوه منشوف شو بصير معنا لقدام ان شاء الله خير يلا روح سكر يلا يمكن شو بقى ادخل أهلين شباب عيب حسابك بعدين يخرب بيتك على المسحة خير شباب شو في ما في شي استاذ اسمعنا انه حضرتك مقرب جينا نطمن عليك الحمد لله على السلامة استاذ جايين تباركوا للاستاذ نبيل ما هيك
بشو منبارك له؟ اطلعوا من هالبواب اطلعوا، لو ما كنتوا دريتوا ما كنتوا جيتوا ركض لعنده. بشو بدنا ندرى؟ بشو بدكم تدروا؟ وانت انيس ما دريت؟ اه وقوالي ان شاء الله. بلا استاذ انا دريان وخبرتهم، بس هن ما عم يصدقوني. بلا صدقوك، الاستاذ نبيل صار هو المدير العام. طيب وينه هلا؟ هو هون بالمديرية بس وين بالضبط ما بعرف. ما مشكلة. منشوفك بعدين، يلا شباب روحوا، منشوفه بعدين. ايه انزلني الدهر على حكمي من شامخ عال الى خافضي. شرف اخي، معاملتك خالصه، مبروك. كم توقيع لسه بدك استاذ؟ ولا توقيع خالصه. طيب اطلع فيها لعند المدير فورا. لا تاخذها ولا تطلع فيها لعند المدير العام لانك اخذتها لعنده. لوين اخذتها؟ لعند المدير العام. عفوا استاذ، ما في داعي للمقلسة، عيب عليك. لك اخي شو عم هات لك، هات عمالي مقلسة وتعمل لي حكم. ها شرف، قل لي هون لشوف شو مكتوب. المدير العام نبيل شقة يابو. وهي طاجج لك توقيعه، معناتها خالصة، رحت لعند المدير العام. بس لسه انا ما رحت. لك اخي رحت. اه وكيلك ما رحت. عم قل لك رحت. شو بدك تاخذني عم قل لك ما رحت. لك لا اخوتك ولا تاخذني. لا اله الا الله. محمد رسول الله، انا عم قل لك. ايش فرحت لك من جوات قلبي، فرحت لك من قلب ضلوعي، فرحت لك من تحت لكوعك اطلع لك، من فوق لبوعك اطلع لك، من بين شفافك اطلع لك، اطلع لك من بين شفافك اطلع لك، من فوق لكوعك اطلع لك، من تحت لبوعك اطلع لك، من قلب ضلوعك خلص بقى. واخيرا حطوا الرجل المناسب في المكان المناسب. لحظه، ريتو الف 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 مبروك. مالك علي يمين تحلفني يا ابو سمير، اني انا من زمان بقولهم للشباب انك انت اللي لازم تكون مديرنا العام. ان شاء الله الف مبروك، الف مبروك يا ابو سمير. شفت انك رحت. الف مبروك استاذ نبيل. ان شاء الله الف مبروك يا استاذ نبيل. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. وهي موسيقى. ايه خلص. مشي الحال. هدول الموظفين عم يكلكولي ومسؤولي جوخ، انت شو مصلحتك؟ وبرك احتجتك شي مرة تانية. ما انت بدك انت، الله معك عمي، الله مع دواليبك. يلا روح روح الحال. وانتو يلا كل واحد على مكتبه، يلا على شغلكم. يلا شباب يلا كل واحد يروح شوف شغله. عهد المهي يا صراح. انت اول واحد راح، يلا على مكتبك انت الثاني، يلا. يلا. صاير اللي ورا والله عم يسمعوا كلمتي. صدقتوا اني ما كنت عم بكذب وامزح وطالع اشاعات؟ صدقنا. صدقوني يا جماعه، انا لحد الان ما عم صدق انه الشغله كيف صارت وشلون وليش ما بعرف. كامل بصراحه، ما عندك علم انه عادل بده يصير مدير عام؟ طبعا ما عندي علم انه بده يصير مدير عام. يعني معقوله ما خبرك انه بده يصير مدير عام؟ لك اول وكيلك لو خبرني كنت قلت لكم. طيب برايك مين اللي دعمه؟ دعمه الله يصلحك على الحكي، لك نبيل بيكره كل شيء اسمه دعم وبيكره كل شيء له علاقه بالواسطه. انا سمعت انه الاستاذ شوقي هابش له هبشه كبيره، والاستاذ نبيل هو اللي كشفها، مشان هيك عزلوه وعينوا الاستاذ نبيل. بس شو بكم بالحكي؟ الاستاذ نبيل بيلبق له هالمنصب كثير كثير بيلبق له. طيب الاستاذ نبيل وصار مدير عام، فهمني شغلي وحدي، ليش الاستاذ شوقي قاعد ورا الطاوله وعلى الكرسي تبعه؟ حدا بيحسن يفسر لي اياها هي. هي ما بدها تفسير، اكيد بيكون الاستاذ نبيل عطاه مهله 24 ساعه يضب اغراضه الشخصيه فيها لبين ما ينحل على التحقيق. ايه سبحان الدايم، ما في شيء بيدوم وما حدا بيضل فوق. على كل ان احنا ما دخلنا، يلي بتجوز امنا بنقول له يا عمنا. لا يا ابو الفوز لا، هلا الاستاذ نبيل شقة يابو مثل الاستاذ شوقي منزع طاقيته، في فرق من الارض للسما بيناتهم. الاستاذ نبيل بيسوى 100 من الاستاذ شوقي، ما هيك كامل؟ حاجه يعني عم تمسح له جوق؟ عيب، ما بيكفيك سؤالي لسه عم تنفشه قدامنا. الاستاذ نبيل كاشف كل لعيبك. وهي اللي تمسع الرقبه تبعك. اتركه كامل، اتركه روح شوف مصلحتك. اجتك فرصه من ذهب، حمل طلب استقالتك وبوشك لعند عديلك، اكيد ما رح يخجلك. لك خايف بعد ما صار مدير عام لا يعود يسال لا عن عديله ولا عن ابوه. لا
ليش وقفتوا عن الشغل انت وياه؟ بدكم حجه ما؟ على اساس عندنا شغل كثير وهلكتوا يا نظاميين. وانت انت يا ابو الفوز ليش وقفت هيك مثل المسطيجه؟ اه عشان واجبك استاذ ابو سمير ما حلوه. واجبي ما بيجي من وقفتك. عود بلا سالي عود تضرب مثل هدول اللي باول مقعد. وانت ليش هيك مشنك مثل عمود الكهرباء المقطوع تياره؟ ليش وقفت؟ مشان واجبكم استاذ. هي واجبنا اكبر من وقفتكم استاذ. عود بلا سالي عود حاجه فسفسه عود. شو هالاخلاق؟ شو هالتربيه؟ لك ايش هو هالتهذيب؟ تعا 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 طالع لي الاستقاله من فجاه طالع. مع الموافقة. الله يسلم هديات يا أستاذ. يعطيك العافية أبو سمير. فضلت فضلت. اسمع لك علي ما علي بعد الموافقة على الاستقالة إذا بشوفك بهالمديرية لا أخذك. فكر حاله إنه خرز يخرزني، بس هو مو خرز بنوب، لأنه أنا قلت له من بين شفافك أخرز لك، من تحته لبوعك أخرز لك، من فوقه لكوعك أخرز لك، أخرز لك من فوقه لكوعك أطلع لك، من تحته لبوعك أطلع لك، من بين شفافك أطلع لك من بين ضلوعك. شرفوا أستاذ. لوين؟ عالسيارة. لمين هي السيارة؟ لكم سيدي. نسيت اني صرت مدير عام. لا طيب اذا طلعت معك انا سيارتي مين بده يودي لي اياها؟ وديك وبرجع باخذ لك اياها سيدي. لا ما عجبتني القصه، سكر وتعال معي انا بوديك. الله يخليك استاذ بطلع بالسيرفيس انا. لك تعال معي انا بوديك. بطلع بالسيرفيس. سكرها وتعال يلا. شايفتك مبسوط وعم تغني، لا تكون اجتك شي رزقة جديدة. قديش قبضت هالمرة وكيف وشلون وامتى؟ طول عمرك بتضلي طماعة. كم مرة فهمتي انه الطمع ضر ما نفع وانه القناعة كنز لا يفنى؟ خليكي قنوعة مثلي. يعني اليوم ما نزلت عليك ولا رزقة جديدة؟ إذا بتقصدي بالرزقة إنه فتحنا علبة محارم طلع لنا سيارة أو ربحنا من شي برنامج مسابقات، لا ما صار بعدها هيك شي. بس فيك تقولي رجعت لنا رزقة. رزقة شو؟ الشقة اللي سجلنا عليها بالجمعية السكنية واعتقدنا إنها طارت رجعت. هديت. ما فهمت عليك. شلون بدي بسط لك إياها لتفهمي علي؟ هدول أعضاء مجلس الإدارة اللي كمشوهم وقت لهطوا الشقة حققوا معهم قاموا اعترفوا بكل الأموال اللي سارقينها ورجعوها، ومن جملة اللي رجعوه الشقة تبعنا، ولا شكلوا مجلس إدارة جديد للجمعية، وإن شاء الله إذا طلع المتعهد ابن حلال بترجع لنا الشقة. وشو ناوي تعمل فيها؟ لا تقلي بدك تبيعها. أنا ما قلت، أنت قلتي. اه يا نبي ليش بدك تبيعها؟ هيك لك هيك، بلكي هذا مجلس الإدارة جديد تبع الجمعية تعلم أساليب النصب بسرعة وشفطنا للشقة، شو بصير فينا نحن؟ هلا مو ضروري، إذا كان في ناس نصابين الباقي كلهم يكونوا نصابين. أصابع إيديك مو مثل بعضها. مزبوط، أصابع إيدي مو مثل بعضها، بس أنا صار عندي حساسية من الجمعيات السكنية. البدل بيقول اللي جرب المجرب بيكون عقله مخرب. سلامة عقلك، كثير رح يختل التل. أنه تل؟ إنه يعني خذ من التل بيختل. آه في شغلة تانية I want to tell you. بس مو هلا، بعد الغداء جوعان أنا. يلا حطي لي أكل. عن إذنك. شو قصدها؟ تجوزت وحدة تعدى.
تساعديني نبيل شق ثيابه على الاستقاله. حتى تشوف حتى تشوف صهري نبيل المدير العام شو بيطلع معه. انعم واكرم. لك عن حبيبتي هي امك دعيت لك بليله فيها ضو قمر انك تتعرف على هالعيله الكريمه. انعم واكرم. عم تتمسخري؟ بس بعذرك لانك متجاكره. شوفي حبيبتي لولا صهري نبيل شق ثيابه المدير العام ما كان وصل لهالمواصيل. لوين وصل يعني؟ كان موظف ورح يرجع موظف. ايه لا حبيبتي هيك بزعل منك، موظف عن موظف بيفرق، هلا المستخدم بسموه موظف، المدير العام بسموه موظف، الوزير بسموه موظف، هلا بدك تشبهي لي صهرك المستخدم جميل كسر كعبه بصهري المدير العام نبيل شق ثيابه. لك عيب 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 عليكم عيب. شايفيني فرحان تنزعوا علي الفرحة؟ حبيبي ما عم ننزع على الفرحة بس لازم نعرف مين سببها لهالفرحة. سيهام حبيبتي انتي الأولانية وبعرفك رايقة، بقى روقينا الله يرضى عليكي. سعاد بعرفك رايقة انتي وأروق من الرواق وانتي الثانية، زكاتك ساوي لنا كاسة شاي. ايه مو على عيني. دخيل أسنان. إيجابي. تعال 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 حبيبي، انت جوز التنتين واروق منا نحن التنتين. اماني اماني اذا بيلزمك شي من صاحب المعمل تقلي قله لصهري نبيل شق ثيابه المدير العام يحكي لك معه كل شي بيكون تمام. Like